التواصل الإلكتروني والمواقع الإلكترونية مصيرها واستمرارها بيعتمد بشكل كبير على حجم المتابعين لها وعلى كمية الإعجاب فيها. كراود أنالايزر شركة هدفها إحصائي بتساعدنا على معرفة نتيجة الخبر المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي إن كان عنا أو عن شركتنا. أنا رئيس مجلس إدارة شركة كراود أنالايزر. هي شركة موجودة هنا في الإمارات وبدأت actually من دبي وموجودة في مصر وبرضو في السعودية. أنا أصلاً مهندس ميكانيكا، تخرجت 2009 من هندسة عين شمس. لما استقلت من شغلتي كنت في آخر شركة مدير مشروع في شركة مصاعد عالمية لحد سنة 2013 لما قررت أن أنا أبدأ كراود أنالايزر. شو الفكرة الأساسية وراء كراود أنالايزر؟ بتساعد الشركات، الهيئات والحكومات ان هي تفهم اراء الجماهير على السوشيال ميديا، ونقدر نساعد اصحاب اتخاذ القرار المهتمين ان هم يعملوا تحليل للمعلومات اللي بتخص عملائهم عن طريق الاداه بتاعتنا. القوه في الاداه هي قدرتنا على فهم اللغه العربيه بشكل اوتوماتيكي، وده اول مره يحصل في الميدل ايست او الشرق الاوسط، ان احنا اول شركه عندها القدره ان هي تفهم اللغه العربيه بلهجاتها المختلفه. ممكن تحللي مليونز اند مليونز اوف منشنز او تويتس. طب انتوا كيف تقدروا تستفيدوا من هذا الموضوع؟ احنا بنبيع لايسنس او سبسكريبشن ببساطه. فكراود انالايزر هي سبسكريبشن بيس سيرفيس، ان احنا بيجي الشركه بتبقى مهتمه تشتغل مع كراود انالايزر، بتعمل اشتراك سنوي. الاشتراك السنوي ده بيبقى ليه مبلغ مادي معين على حسب حجم الداتا اللي هم بيسحبوها وحجم البيانات اللي احنا بنحللها. وهل لقيت هن عم بيحسنوا الاشياء اللي عم بيلاقوها مش ضابطه عندهم، ام هو بس مجرد حشريه لمعرفه قد ايه عم بيصير في تفاعل عندهم؟ في بعض الشركات متخيل ان البلاتفورم ده مش بس اداه تحليل، هو اداه حل مشاكل. ودي مش الحقيقه. احنا هدفنا ان احنا نساعدك تاخد قرارات صحيحه. بس في اخر اليوم انت اللي هتاخد القرار. صح. فلازم تستثمر مبدئيا في انك تتعلم التول، في انك تفهم ازاي تقرا البيانات، وبعدين انك تبدا تاخد قرارات عشان تحسن من الخدمه بتاعتك. احمد، عرفني اكتر كيف نقدر نشتغل على البلاتفورم تبع كراود انالايزر. اكيد. زي ما شرحت لك، احنا دايما بنبدا عن طريق ان احنا نسجل الموضوع، وده عن طريق ان احنا نحط كل الكلمات الافتتاحيه او الكلمات اللي ليها علاقه بالموضوع احنا بنتكلم عنه، اذا كانت الشركه نفسها او اذا كان المنافسين او اذا كان بحث انا عايز اعمله، اذا كان يتعلق بالشركه او يتعلق بالسوق نفسه. من هنا بنبدا نختار هل انا بدور على براند معين او بدور على المنافسين او على البحث. بختار انا عايز اعمل تحليل لايه، وبختار المده الزمنيه اللي انا عايز احلل فيها. فممكن مثلا احلل اخر اسبوع، اخر شهر، اخر يوم، وهكذا. حلو. ومن هنا ببدا اختار مجموعه من الفلترز اللي بتخليني اركز البحث بتاعي على تفصيله معينه. يعني مثلا انا مركز على الرايد هيلينج مثلا اندستري، او مركز على البنوك في السعوديه. حلو. وعايز اعرف مثلا راي الرجاله في حاجه معينه، خدمه معينه بتقدمها البنوك. فابدا من خلال الفلترز دي احط كيوردز معينه لنعرف بالتفاصيل. بالظبط. ببقى من هنا ببدا اعرف، اول ما اخترت مثلا المده واخترت التفاصيل اللي انا عايز احللها، ببدا اعرف قد ايه عدد المنشنز، وده معناه كم شخص قرر انه يكتب عن الموضوع. حلو. وبعد كده احلل الانتر اكشنز، وهي كل الانشطه او كل الاكتيفيتيز اللي حصلت على المنشنز دي. بمعنى ان انا لو انا عملت تويتر، ايه عدد المشاركات للتويتر دي، ايه عدد اللايكس، مين عمل ريتويت، كم مره. اكزاكتلي. كل الحاجات دي بنحطها تحت الانتر اكشنز. حلو. جميل. وبعد كده نقدر اشوف الانجيجمنت ريت مثلا، هو ان انا اقدر اعرف قد ايه الموضوع بتاعي قابل للانجيجمنت او قابل انه يحصل عليه كونفرسيشن. محتاج ان انا اقارن بحاجه معينه. يعني مثلا لو انا عندي، بقول لك ان السكور بتاعك 5 دي معناها ايه؟ لازم ابقى عارف الاندستري او المجتمع ده اصلا كمان الرقم المتوسط فيه كام. عشان كده احنا عملنا تقرير سنوي بنطلعه كل سنه بيدرس مجموعه من الاندستريز المختلفه في المنطقه عندنا، ومركز على الشرق الاوسط. بنعزم فيه كل الكلاينتس بتوعنا والناس المهتمه بالمجال ده تحضر. كل الحاجات دي بقى مبنيه على الارتفيشال انتليجنس بتاعنا، او الذكاء الاصطناعي اللي احنا بنيناه عشان يفهم اللغه العربيه. يعني مثلا لما انت تقولي انا رايح، غير لما تكتبي انا رايحه. فطريقتنا احنا بنتكلم بتخلينا نقدر نحدد اللي بيتكلم ده ميل او فيميل، وبيفهم كل اللهجات طبعا. دي حاجه تانية. يمكن هنا زي ما انت شايفه كمان عندنا السنتمنت اناليسيس، فنقدر نقول لك والله هل انت جبتي نسبه قد ايه ايجابي او سلبي. وطبعا كل ده بيبقى بطريقه اوتوماتيكيه بعدد لا نهائي من المنشورات. هذا كله الذكاء الاصطناعي مثل ما طبعا حلت. بالظبط. وبعد كده نقدر نعرف التوزيع، نقدر نعرف اي سوشيال ميديا بيجيب لي داتا اكتر، فبالتالي اقدر اركز عليه.
بقدر اعرف كمان اللهجات المختلفه وده كمان بطريقه اوتوماتيكيه. حلو، من هنا بقدر اعرف البلدان. وبعد كده عندي جوه البلاتفورم مجموعه تابس مختلفه، او زي مثلا ما اتكلمنا على الانفلونسرز هنا بقدر ادخل على الانفلونسرز وابدا احلل مين هم اهم انفلونسرز اتكلموا عن الموضوع بتاعي. ببدا اعرف مين الانفلونسر اتكلم من اني بلد، الجندر بتاعه اكسترا، اتكلم كمان عني كم مره وهكذا. حلو. كمان اقدر افلتر في المؤثرين، اقدر اعرف المؤثرين مثلا انا عايز زي ما قلنا الموضه، فاقدر اقول مثلا والله انا عايز الموضوع ده وعايز افلتر، عايز اعمل فلتر ان انا اكل بالزبط. دراسه ثقافه ايا كان، او حتى اقول المؤثرين اللي اتكلموا عننا شخصيا كشركه. حلو، اقدر اعمل استخدم الفلتر زي مثلا اقول ان من لوكيشن معين مثلا يو اي اي، حلو، ولكن يبقوا مثلا جندر معين فيميلز. حلو، واكليك ابلاي بيطلع لي بقى مين هم المؤثرين اللي بيتكلموا باللغه دي، او حتى كمان ممكن حد اللغه او من البلدان دي. كثير ذكى الموضوع. احمد انت قلت كمان بتكونوا مثل مرشدين للشركات لحتى يحسنوا لوقتها يستثمروا، كيف كمان بتقدروا تساعدوا هدول الشركات من ورا كراود انالايزر؟ بنديك التول، فبنديك التكنولوجي، بس على التكنولوجي بنديك كمان اللي بنسميهم الكاستمر سكسس مانجرز، غير ان احنا كمان عندنا فريق بحثي داخل الشركه. دول هدفهم ان هو يساعدك مبدئيا في انك تتعلمي، فبيدي تريننج بتتعلمي التول، وبعد كده بيدوكي البيست براكتسز يعني او افضل ممكن نقول التجارب اللي حصلت مع شركات مختلفه فيما يتعلق بالبيانات اللي من السوشيال ميديا. فالخبره دي ما كانتش موجوده قبل كده في الميدل ايست. كيف تقدر توصف نجاحك اليوم؟ ان تيجي شركه بحجم هوت سويت وهم يقرروا ان هم يعملوا شراكه ما بين معاهم مع كراود انالايزر بس كتول الوحيده اكسكلوسيف في الميدل ايست. مش بس كده، احنا كمان عندنا معاهم انتجريشن، تكنيكال انتجريشن، فانت من خلال هوت سويت لو انت عميل عند هوت سويت تقدري تشوفي كراود انالايزر جوه هوت سويت. فبالتالي ده بيساعدنا ان احنا نقدر ندي سولوشن او حل افضل زي ما بيقولوا 360 درجه للكلاينت، انه بيقدر يحلل ويقدر كمان يتفاعل مع العملاء بتوعه عن طريق هوت سويت. فده طبيعه الانتجريشن. برافو عليكم، يعطيكم الف عافيه. شكرا لك. إبداء الرأي أو الإعجاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكيد له قيمة. كراود أنالايزر ممكن تكون مرجع سريع لأصحاب الشرك لمراقبة مواقعهم وتحسين خدماتهم.